ناكل 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 ايش ناكل يا عم؟ ناكل حشيش. لنا 11 يوم من نيجي هان ومنروح فاضيين، منيجي هان عشان نجيب طحين عشان قوت اولادنا. احنا غاد عنا متحصرين في الشمال، لا في قوت لاولادنا ولا في طحين ولا في حاجه. انا عندي 10 انفار صغار كلهم ومش قادر يعني اعيشهم ولا اعيش نفسي، لانه احنا عندنا متنا من الجوع من قله الاكل. رايحين على منطقه تعتبر حمراء، انه بدنا نروح ندور على لقمه العيش هناك. أكلناها شعير الدواب الله يعزكو، اللي بتاكلش طحناه وكناه، الذرة كناها ما ضلش إشي علي النعمة، معدتنا صارت طفرت من كتر الذرة اللي بناكلها تحت الدواب. بدنا كوباية شاي مع رغيف بتسكت الطفل فيها، الطفل اليوم كل نتفة بوعي لك بده ياكل بده يشرب، من وين نطعمه ونشربه احنا؟ بدنا نعيش، بدنا خبز، بتحاربونا في لقمة عيشنا؟ احنا مش مقاومين، احنا مواطنين عاديين وبدنا نعيش. وين نيجي بتذكر علينا يا عمي؟ بلاد العدمات ومن الجوع يا عمي، بنطالب تجيبولنا المعونة يا عمي والمساعدات، انهونا يا الله يا عمي انهونا. وين نروح؟ وين نيجي؟ بلادنا مريض بالزبر السقعة، اولادنا ما ضلناش حاجة يا عمي، ما ضلش حاجة يا عمي، مشان الله يا عمي انصرونا بعين رحمة يا عمي.